السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نواصل شابتر 2 ليكتشر 2.5، نشوف فيه addition of force by summing component، ونحل فيه sample problem 2.3. هنا ودنا نوجد محصلة ثلاث قوى أو أكثر، طبعا concurrent forces، يعني أنه في عندي هنا ثلاث قوى كلها تمر من نفس النقطة، إذن هي concurrent forces. إذن نسمي المحصلة تبعها R تساوي P plus S plus Q زي ما هو موجود عندي هنا. هذه الفورسز الموجودة عندي هنا ودي ناخذ المركبات تبعها rectangular component. لاحظ ال P هنا الموجودة عندي، هذه P ودي نجزئها إلى مركبة على ال X axis PX PI لأنها على ال X axis، وال PY على مضروبة في J اللي هي على ال Y axis، ونسوي نفس الشيء بالنسبة لل Q، نفس الشيء بالنسبة للإس. بعدين لاحظ هنا إنه هنا عندي الآي، هنا عندي الآي، هنا عندي الآي، هذا كلهم نحطهم على جنب ونسميهم إيش؟ نسميهم آر إكس. ليش؟ لأنه المحصلة أصلاً اسمها الآر، وكل اللي فيهم جي نحطهم على جنب ونسميها آر واي. إذن صارت الآر إكس تساوي مجموع الإكس أكسس اللي هي موجودة عندي هنا، نسميها sum of f على ال x axis، ونفس الشيء بالنسبة لل r y محصلة القوى على ال y axis الموجودة على ال y axis. طب كيف أجيب؟ إذن هذه هي ال r y وهذه ال r x، وهذه المحصلة كيف نجيبها؟ هذه نجيبها بالكوساين لو r x square plus r y square. طب الأنجل الزاوية ثيتا هنا كيف نجيبها؟ أنت عارف إنه هذه النهاية ال r y موجودة عندك هنا، وهذه هي ال r x موجودة عندك هنا. لما تأخذ الـ RY تقسمها على الـ RX تعطيك التان ثيتا. إذا كيف نجيب الثيتا نفسها؟ نأخذ التان انفرس لـ RY على RX. شوف المثال هذا، في عندي أربع قوى تأثر كلها على البولت A، على المسمار A هنا. المطلوب هو حدد إيش المحصلة تبع هذه القوى كلها. كل واحدة من هذه القوى ودنا ناخذ مركبتها على الـ X axis والـ Y axis. الـ F1 لاحظ هذا هنا المجاور، إذا ناخذ F1 كوساين 30، على الـ Y axis ناخذ F1 ساين 30. بالنسبة للـ F2 لاحظ هنا هذا هو المجاور تبعها اللي هو F2Y اللي هي F2 كوساين، نسوي نفس الشيء بالنسبة لكل واحدة من القوى. لاحظ هنا الإشارات، هنا لما تيجي المركبة هذه f of x هنا f of 2x هذه ليش سالبة؟ لأنها عكس اتجاه x axis. ال f3 هذه ليش سالبة؟ لأنها عكس اتجاه y axis. نفس الشيء بالنسبة لل f4. بعدين ودنا ناخذ كل واحدة من القوى على ناحية علشان نسهل علينا الكالكوليشن. f1 تساوي كامل، f1 هذه تساوي 150. ال x component مركبتها على ال x axis ايش هي؟ اللي هي هذه f1 cosine 30 حتعطينا 129، مركبتها على ال y axis هنا تعطينا 75. نسوي نفس الشيء بالنسبة لكل واحدة من هذه القوى. ليش هذه صفر؟ لأنه ما في لها x axis، هذا متجه اتجاه الأسفل مباشرة. ال x component هذه حتجيب لنا ايش؟ ال r of x، ال r of x الموجود عندنا هنا واللي هي قيمته 199. نفس الشيء بالنسبة نجمع هذول يعطوني ال r of y اللي هي 14.3. كيف نجيب المحصلة تبعهم؟ ناخذ الكوساين لو، نجمع هذول ونربعهم يعطيني قيمة الـ R. كيف نجيب الألفا الموجودة عندي هنا؟ هذه RY على هذه RX اللي هي RY على RX تان ألفا، تاخذ تان انفرس يعطيك 4.1. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.